قيامه بعملية سحب نقدي عبر جهاز الصراف الآلي، تفاجأ صالح بأن المتبقي من راتبه الشهري هو مبلغ ضئيل جدا. تساءل حينها: أين ذهبت أموالي؟ ما لا يعرفه صالح أن هذا السؤال يدل على واحدة من أكبر الأخطاء المالية الشائعة التي يقع فيها الأفراد، وأنها تدل على تخطيط مالي سيء جدا. ويمكن لصالح أن يتتبع نفقاته الشهرية ومصاريفه عبر تطبيقات إلكترونية عديدة يستخدمها الكثير من الناس. عبر هذه التطبيقات يمكن لصالح أن يدرج النفقات المنسية مثل نفقات السفر، أو النفقات غير الشهرية مثل إيجار المسكن. استخدام مثل هذه التطبيقات سيخلص صالح من بعض السلوكيات المالية السلبية، وسيجعله يتدبر أمر أمواله بشكل أفضل. والأهم من ذلك أن استخدام هذه التطبيقات سيحد من أي إنفاق يتجاوز الدخل.